هامبتون بورثموند بورثموند فولهامبتون الدوري الانجليزي الممتاز البريمي ليج. شفنا كيفاش كانت المباراه، مباراه اللي كانت صعبه بالنسبه لبورثموند وين امام فولهامبتون، يعني كانت المباراه مباراه اللي كانت شيقه، رغم ان الفرق خاصه وين فولهامبتون اللي سجل هدفين، فخاصه هذا شفنا كيفاش كان فائز بهدف الشوط الاول وين كان فائز بهدفين لصفر، شفنا هدف التقليص من بورتموند في الدقيقة 69، شنا في الدقيقة 21 من جون مونيو، شنا خافاير راؤول خيمينيز وين سجل في الدقيقة 31. الشوط الأول انتهى بهدفين لصفر. الشوط الثاني شنا كيفاش كواردا اللي سجل الهدف في الدقيقة 59، هدف البورتموند تقليص النتيجة. شفنا التشكيلة تاع بورتموند اللي دخلت بتشكيلة 3-4-3، التشكيلة تاع فولهامبتون اللي دخلت ب 3-4-3، يعني نونو سانتون المدرب تاع فولهامبتون، والمدرب كذلك ايدي هوبي المدرب اللي معروف، وين شفنا كيفاش بورتموند وين خرج لها سيموني فرانسيس في البطاقة الحمراء، وين اصبح عاد النقص العددي لبورتموند، وين شفنا كيفاش 3 تغييرات من اجل في وسط الميدان، شفنا كيفاش ستيفا كوك كول كوكا، شفنا كيفاش ادم سميث، شفنا لويس شنا لويس، شنا كيفاش ديغو ريكو، شنا هاري، يعني كانت فرانسيرا، شنا كيفاش نقولوا بلي اندريسي اللي دخل في الشوط الثاني، يعني نقولوا فولهام وين فانيك ما ننساوش باتريسيو الحارس اللي انقذ المرمى تاعو في الشوط الاول، شنا ماتا يعني توري جوني، شنا كيفاش ديغو جورد غوستا، يعني كانت المباراه اللي كانت في بالنسبه لزوج فرق، كل لاعب وين جاب باش كل نادي وين اراد هذه النقاط اللي تبقى. نقولوا باللي شنا كيفاش بورتموند وين عدد النادي وين نقولوا حنايا النقص العددي، خاصة في النقص العددي شنا فولهامبتون وين استغل النقص العددي وعرف كيفاش يحسن ويدافع على المرتبة اللي كان على النتيجة اللي كان عليها. هذه هي المباراة، مباراة اللي كانت من اجل 3 نقاط، شفنا كيفاش رغم ان بورتموند وين رمى بكل ثقه ليه لكن بدون جدوى امام فريق خط وسط الميدان، حسن خط وسط الميدان الدفاع وعرف كيفاش يحافظ على النتيجه حتى اخر دقيقه، وشفنا كيفاش بورتموند ولهامبتون يعني فولهامبتون في الدور الانجليزي الممتاز للبريمير ليج والجوله 13، بعد ما شفنا كيفاش الشوط الاول كان هدفين لصفر، الشوط الثاني وين شفنا تقليص النتيجه من طرف بورتموند. هذه هي المباراه وصحيح.